بهذه الأجواء المفعمة بالفرح وضحكات الأطفال، أحيت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بحما يوم الأب العالمي في بلدة شطحة بمنطقة الغابة. من هذا المكان نحيي أهلنا في منطقة شطحة ونقول كل الوفاء والولاء لسيد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، وتحية لجيشنا الباسل، والرحمة لجميع الشهداء. ومنطقة شطحة منطقة الشهداء ويفوحنا عطر الشهداء. جمعية مثل العادة بتدعم الأسرة بكل أفرادها، مثل ما بتطالب على طول بحقوق الطفل وبتدعم الطفل وبتطالب بحقوق المرأة وبتدعمها وبتحاول تمكنها لحتى نبني مجتمع سليم، كمان بتطالب وبتدعم الأب بشكل كتير كبير، بتسلط على الدور الأساسي، لأنه اليوم الأب بوجوده بأي أسرة هو عامل أمان، عامل دعم مجتمعي، عامل دعم مادي، عامل دعم ثقافي، عامل تكوين للأسرة بشكل عام. ستمائة طفل وطفلة من ذوي الشهداء والجرحى شاركوا في برنامج الفعالية الذي تضمن فقرات فنية وفلكلورية ومسابقات ضمن برنامج دعم نفسي وإنساني. قمنا بعمل هذه الفعالية وشاركناها مع أطفال الشهداء وأطفال الجرحى لحتى نحسهم بقيمتهم بقيمة الأب، وعملناهم كأنه نحن آبائهم مشان نعبي هيدا الفراغ اللي تكون عندهم. ونحن منحب الأطفال كتير ومنحب الأب، وما بنعرف كيف رح نعبر للأب عن مدى حبنا وتقديرنا لإله، شو ما قدمنا له قليل، والله يخلي الآباء كلياتهم. إجت الفعالية بعد مبادرة مجتمعية نفذتها مجموعة من السيدات من المجتمع المحلي والمجتمع الوافد بقرية شطحة. كان الهدف من المبادرة المحافظة على التراث بمنطقة الغاب وإعادة إحياء اللباس التقليدي الشعبي اللي حملوا آبائنا إلنا كلفتي من الجمعية للحفاظ على هذا التراث. شاركت بفقرتين، فقرة سكتش وفقرة الرقص، وبتمنى أنه ترجع سوريا مثل ما كانت وأحسن، والله يحمي كل آباء الجميع. شاركت بسكتش طبيب. الله يحمي الجيش ويحمي كل سوريا. الله يحمي سوريا والجيش. الأطفال يؤكدون بضحكاتهم إرادة الحياة، ويعبرون بأمنياتهم عن أملهم بالجيش العربي السوري في تحقيق نصر وعزة وكرامة سوريا.